مرحبا باسم الغدري عزاز شارع راحي باسم الجزلات الواطيب مبنية تهنيك يا علي ومبروك يا حنان بعرسك يشوش الشعر بعد الضوافية هلا مرحبا باسم الغدري عزاز الشارع راحي باسم الجزلات الواطيب مبنية هلا بنحضر سعود بخوك ذكرت محمد الصيد والعرفان ونوّف عونه بالأمور الضرورية محمد بن طينا من ماضي الأزمان تجمل فعول ولا حضر ساعة الهيا ينوّس عصافة راس بالجود والإحسان كريم من إكرام ونيران وبحية وجدك عسى يرحمه رب المال الرحمن كريم شجاع ولف المحسن المحزم المليان فعايد هبتتني ستة اشهر الماضية لك اخواني يا عالي خصائل ومضوم اسمان مواقفهم الجزلات ماهي معادية باخص محمد حي محمد وسيع الطان وطاريه بين الناس والعز راعية ونواف نواف السعد فالصعايب ما تجمل فعولة والفعايب بطولية هذا عليها الهك وهدنا ترم سيهان يعزم الصعب من طيب والله قوي ولا من حضر فاري علي الفخر والشان هذا النادر المطلوخ يا حي طارية ولا الغاجر اللي صدر وما بهنك صان على العطفة وفعون الغاجي بطولية هلا مرحبا باسم الغاجي عزاز الشان والطيب مملية هلا بنحضر سعود مجمل الضيفان عرسال كفو علي الابيات حصرية تهنيت يا علي ومبروك يا حنان بعرسك يشوش الشعر بدل قوافي بخوك ذكرت محمد الصيد والعرفان ونوّف عونه بالامور الضرورية ومحمد بن طينا من ماضي الازمان تجمل فعول حضر ساعة الهيا ينوّس عصافة راس بالجود والإحسان كريم من إكرام ونيران وبحية وجدك عسى يرحمه رب المال الرحمن كريم شجاع ولفعول ضهوية يا كنت عبد المحسن المحسن المليان فعايد هبستني ستة أشهر الماضية لك إخواني يا عالي خصائل جزلات راهي بعادية باخص محمد حي محمد وسيع الطان وطاريه بين الناس والعز راعية ونواف نواف السعد فالصعايب ما تجمل فعولة والفعايب بطولية هذا اللي عليها الهك وهذا نادر بليهان يعزم الصعب من طيب والله قوي ولا من حضر هذا النادر المطلوخ يا حي طارية ولا الغاجر اللي صيدهم ما بهنك صان على العطفة مفعول الغاجي بطولية على العطفة مفعول الغاجي بطولية ترقبوا الجديد والحصري